يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح البركات. نادية معاكم، واليوم حيكون موضوعنا عن السعادة. كم من واحد فينا قعد يستنى حتى انه يشعر سعيد؟ كم من واحد فينا استنى من اي ظرف خارجي يصير حتى انه يشعر يكون انه سعيد؟ كم واحدة فينا استنت تليفون او استنت تنعزم على مكان او استنت اي شيء من برا حتى انه هو يخليها سعيدة؟ وفعلا ممكن انه واحد يشعر بالسعادة اللحظية، يعني انه ممكن يسعد وبعدين. كم واحدة نصحت بنتها وقالت لها بكرة بتتزوجي وبتكوني سعيدة، وبكرة بتخلفي وتكوني سعيدة، وبكرة 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 وبكرة. فكم واحدة تزوجت وقالت طب بعدين، طيب خلفت وبعدين. أنا بس بدي أقول نقطة على إنه السعادة هاي إحنا ليش حددناها بشي مادي أو خارجي؟ ليه قلنا إنه لما يصير معنا فلوس حنكون سعداء؟ بس ياما ناس عندها فلوس ما هي سعيدة، وناس بتنتحر. زي ما الناس عم تنتحر من الفقر، في ناس عم تنتحر من حتى ان هم اغنى الاغنياء بالعالم. ليه؟ لانه ما عندهم الروح، الاحساس بالسعاده اللي هي السعاده اللي لازم احنا تكون من داخلنا، الشغف، الحيويه اللي بتخلي الواحد دائما في طاقه ايجابيه انه بده يحقق حلمه، بده يحقق هدفه. السعاده هي تحقيق لحظة بلحظة لحلم انت اختلقتيه براسك، وانه عم تعمليه لهدف وعمالك توصلي له. كل لحظة تحدي، كل خطوة عملتيها قدامه هاي سعادة. كل لحظة انت سعيتي او تعبتي فيها هذه سعادة. عشان هيك بننسى احنا التعب لما بنبقى شعرين. كل ما حتى لما توصلي للهدف سبحان الله بصير تقول مش كفاية، بدي أكتر، بدي أكتر. هذه الطاقة الإيجابية الداخلية اللي بحكي عليها، اللي بتزيد التحفيز، بتزيد الاستمرارية، بتزيد التحدي، بتزيد الثقة بالنفس، بتزيد حب الذات، وبتزيد إنه الواحد بده أكتر ودائما ما يشبع. فحتى لما بوصل بصير بده أكتر. لكن إنه شوفك الشباب، يعني مثلا خدعوهم إنه بكرة بتتخرج وبعدين تشتغل وبعدين بتصير إنت سعيد. طب تخرج واشتغل، طب ما هو سعيد. طب لا، ما هو بصير يقول انا بدي اجيب سياره بصير سعيد. بس كلها لحظات، يعني كلها، يعني خلينا ناخذ كلمه انه نستنى ونتامل، وهذه انه ونتمنى. هذه ايش بصير؟ انه هذه معها مشاعر سلبيه، بصير معها مشاعر عم تخنق، عم تخليه انه لحظه انت مش هلا وقت السعاده، لما يصير هذا الشيء. فيعني حددناها وحطينا لها شروط، وياما ناس بتقول العمر ضاع وانا مش حاسه انه سعيده. يعني حتى الشباب يتخدعوا بانه السعاده شيء، السعاده شيء والفرح، وبيسمعوا عنه. للاسف الشديد صاروا حتى ياخذوا والعياذ بالله مخدرات حتى انه اللحظه هاي السعاده انه يوصلوا لها. كلمه السعاده هذه مفهومه خاطئ عند الناس. يعني انا علمتني الدنيا انه السعاده حتى وانا عم بتعب وانا عم بعمل الشيء إن أبقى مبسوطة، يعني معاها. زي إنه مثلاً إنه أنا ببقى مبسوطة وتاني وأنا عم بعمل الرياضة، يعني هي متعبة بس ببقى مبسوطة وبعمل مثلاً إنه شيء بدي أوصل أسوي هذه الحركة. بعد ما أخلص ما خلصت، بدي أكتر، بدي أكتر. لأنه في من جوايا داخلي الإحساس بالشغف وبالتحفيز من جوا، ما هواش شيء من برا. فشوفوا الإنسان قديش ربي معطيه قدرة على إنه هو يخلق لنفسه السعادة، إنه هو يكون سعيد دائما. يعني في ناس كتير ياما غلابة والله إنه سعداء، وناس معها فلوس وتعساء. يعني عشان تعرفوا إنه مش المادية، هدول الناس البسيطين ما بيعتمدوا على شيء خارجي، بيعتمدين على الرضا والقناعة والحب الذات، وإنه هم مبسوطين وبيخلقوا كل لحظة بلحظة إنه هي سعادتهم. ما بيستنوا من شيء من برا حتى يخليهم سعداء. لذلك أنتوا ما تحددوا كلمة السعادة بالشيء إنه بده يصير، انتوا فيكم تخلقوها. ما تستنوا، الانتظار معاه طاقه سلبيه، معاه احباط. يعني حتى بالله عليكم في حدا محبط ولا انه حاسس بحزن له نفس يعمل إشي؟ حتى لو انتوا اعطيتوه يعني انه الفلوس هيبقى يمكن يعني مصدوم من اكثر من انه هو مبسوط. وبعد ما تخلص الفلوس خلص انتهت. يعني هي السعاده بشغف، بفرح، بانه احساس من الداخل بخليك تعيشي يوم ورا يوم. لذلك انه حتى الانسان، يعني صدقوني يمكن حتى اقول لو انا متت هلا انا ببقى مبسوط، مش انه انا عمري راح كله مش ملاقي وقت اني افرح فيه. لذلك ما
بتمنى وأرجو إنه أنا أكون وصلت لكم الرسالة، السعادة من الداخل، السعادة فرحة وشغف وروح ومعنويات إحنا دائماً نعيش فيها، كلها طاقات إيجابية ابتعد عن الخارج، لأنه الخارج ممكن يجيب لكم طاقات. إذا أنت اعتمدتوا على إنه تأخذوا سعادة من برا، يبقى معتمدين برضو تأخذوا الحزن من برا. فإنه لما الواحد دائماً يكون tuned in في داخله وهو اللي يزرع، صدقوني بيبقى عامل مناعة، وبيبقى هو بس محدد لنفسه الشعور، السعادة ابتسامة، السعادة فرح، السعادة انه الناس يكونوا حواليه كمان سعيدين، السعادة اني انا اعطي، السعادة اني انا اخلي اللي حواليه كمان مبسوطين. السعادة هي كليتها ممكن تعم، زي ما انه للأسف الشديد هلأ عم بعم الإحباط والحزن والأمراض اللي عمالة بتعم. فشوفوا انتوا قديش انه وصلتوا لوين، وإيش ممكن إنه تغيروا من نفسكم حتى إنه تخلقوا السعادة من داخلكم وتزرعوها في أولادكم. وأرجو إنه تكونوا كلكم بخير وبصحة وبسعادة. وإذا عندكم أي تعليق أو أي سؤال حطوا لي إياه تحت الفيديو، وأراكم على خير وبركة. خلوني أروح على الشغل. باي.